فَقُولُ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ. ثُمَّ أَنشَأْنَا قرناً آخرين، فأرسلنا فيهم رسولاً منهم أن اعبدوا الله ما لكم غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا أنكم
مخرجون فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا
وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم
بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ولا تكلف نفسا إلا وسعها ولا